صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحات الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي من منطقة كفر زبيان، وتحديدا في منطقة هذه المنطقة المعروفة لدى هواة ومحبي التزلج. هناك زحمة متزلجين في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة وبداية نهاية هذا الأسبوع. مثل ما عم نشوف هناك عدد كبير من المواطنين، رغم بأنه الأعداد الأغلب كانت في الأسابيع الماضية هي من المغتربين اللبنانيين وأيضا الأجانب، إلا أنه هناك نسبة كبيرة والإقبال لا يزال جيد جدا. مثل ما عم نشوف خلفي بعدسة زميل ربيع داعوق، يعني هناك طبعا محبي التزلج، مثل ما عم نشوف هناك عدد كبير من محبي هذه الرياضة حضروا إلى هنا إلى منطقة كفر زبيان اللي معروفة، وخصوصا في منطقة المزار، هيدي النقطة اللي دايما بتتكلل بالأبيض وبتلبس لباس الدائم من بعد العواصف، خصوصا في هذا الموسم. مثل ما بنعرف بأنه هيدي السنة بالتحديد يعني حل الزائر الأبيض باكرا، السنة الماضية ما قدروا كل العالم أو حتى اللبنانيين بالاستمتاع بهيدي الرياضة، وخصوصا لأنه كان في عاملين، العامل الأول هو تأخر الموسم والعامل الثاني هو طبعا كان كورونا اللي لم تسمح لعدد كبير من المواطنين بالخروج. كان عندنا فرض حظر تجول في كل لبنان كما كل الدول في العالم. مثل ما عم نشوف الكل عم يستعد لحتى ربيع، خلينا هيك نجرب بس لأنه هون بيمرقوا، خلينا نجرب ناخد الانترفيوات بس حتى من خلينا نجرب. يعطيك العافية. يا هلا يا هلا. حضرتك من وين حضرتك جاي؟ من ذوق مصبح. من ذوق مصبح. وي. لبناني مغترب ولا لا من محبين؟ لبناني أح وقاعد هون بفل. هاي. أنا بفل. باقي بالبلد. طبعا طبعا. شو رأيك اليوم بهيدي الأجواء؟ عم نشوف أنه في زمن الانهيار لا يزال التزلج هيدا البلد. خليني أقول لك شغلة، هيدا البلد ما بينهار، هيدا البلد يفكوا إيدهم عنا نحن بست أشهر من رده مثل ما كان يرجع ويقلع. شو رأيك اليوم ب شو عندك رأي مغاير؟ لا بيزيطة يعني كلنا شباب وكله بيحب اللعب والسكي ويشم الهواء، بقى مش رح يقدروا يضبطونا فيها يعني. اليوم يعني هيك بإحصاءات صغيرة وكأنه هيدي الرياضة أصبحت حكرا فقط على القادرين على طبعا طبعا طبعا، لأنه البنزين غالي والتيكت غالي وعدة سكي غالية. قد ايه دفعتوا اليوم على عدة السكي؟ أنا أخذت سينيور، سيروني 550,000 غيري 700. يلا بنتمنى لك وقت جميل على التزلج. طبعا يعني صوت بيروت انترناشونال ما فيها الا ما تكون على مقرب من كل اللبنانيين لنقل كل الوقائع، ان كانت السياسيه والاجتماعيه وحتى السياحيه والاقتصاديه. مثل ما عم نشوف من كل الاعمار حضروا الى هنا للاستمتاع بالتزلج وهذه الرياضه. بونجور. يعطيك العافية. من وين جاي حضرتك؟ ميروبة. من ميروبة. منكم مش مغتربين، لأنه بالفترة السابقة أو بالأسابيع بالأحرى ازدهر لبنان بوجود المغتربين اللبنانيين وخاصة بهيدي المنطقة. اليوم من بعد ما فلوا عم نشوف أنه بعده الإقبال قائم على هيدي، يعني كتر خير موسم سكي، يعني كل العالم بتحب تعمل سكي بتطلع تعمل. ديبينز على كل واحد حسب دخله كمان، هو بعرف إذا بيطلع ولا لا. يعني بزمن الانهيار بعد هناك من يريد الاستمتاع بهيدي الرياضة. كيف شو رأيك بالأسعار اليوم اللي لا تتمكنوا ربما من التحضر للعب هيدي اللعبة؟ ليك صراحة الأسعار غالية، بس نحن لأن أولاد المنطقة بيطلع لنا سيزونات على أسعار غير، فنحن بنعمل سيزون وغيره. أكيد أنا من العالم اللي إذا بدي أجي كل يوم بيومه على $40 أكيد لا.
ما بطلع مره او مرتين ذاتس ات. باللبناني دفعتوا السيزون؟ لا هون بالدولار. بالدولار وي. ميرسي لك. يعني اجواء حماسية بهيدي الرياضة، منذكر بأنه لطالما كانت لعبة السكي وهيدي الرياضة بالتحديد هي بيستمتع فيها أو ذوي الدخل العالي في لبنان، إلا أنه كان هناك يعني كان كل الأشخاص أو من كذا طبقة اجتماعية إن كانت متوسطة كانوا يحضروا إلى هذه المنطقة بالتحديد لتعلم هذه الرياضة. هيدي الأرقام أصبحت يعني مختلفة بظل الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان، ولكن رغم كل هذه الأمور بعد في ناس بتحب أنها تستمتع بهيدي الرياضة. كثير من العالم عم يسأل كيف الأسعار، هل هي بالدولار هل هي باللبناني؟ اقتضى التوضيح من قبل القيمين بأنه الدفع يكون باللبناني، بعض الأشخاص دفعوا بالدولار كموسم كاشتراك موسميا، ولكن في حال أراد الأشخاص الحضور إلى هنا وأخذ العدة إذا صح التعبير واللباس وكل ذلك عم يدفعوا باللبناني، وبتتراوح ما بين 3 مليون. حنستوضح اكثر عن هذا الامر. خلينا نشوف استاذ وليد. تفضل. بخلي الماسك ولا بتشيله؟ As you like. ناخذ من هيدي الميلة كرمال يطلع ورانا المشهد هيك منيح؟ تمام. إلى جانب الأستاذ وليد بعينه هو المسؤول الإعلامي في بلدية كفر ذبيان، أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا أستاذ وليد. يعني اليوم عم نشوف أنه رغم بأنه المغتربين اللبنانيين وعدد كبير منهم غادر مطار بيروت وعادوا إلى بلادهم، إلا أنه بعض الإقبال على التزلج وعلى هيدي المنطقة قائم، كيف بتفسر هذا الأمر؟ يعني الحمد لله هيدي يمكن نعمة من ربنا بظل كل هالظرف يلي عم نعيشه، عم نشوف اليوم أنه المنطقة هي مليانة أكيد ضمن الحدود يلي مسموح فيها، بتعرف إجراءات الكورونا نحن عم نتبعها بشكل كتير صارم بالمنطقة وخصوصا كبلدية، هيدي واجباتنا. في عدة عوامل يمكن انه اليوم بعد التلاميذ بعد ما فاتوا على المدارس طولت العطلة، موضوع التلج وقت اللي بينزل بفترة موسم الأعياد هيدي الشغلة كتير نحن بننبسط فيها لأنه بتخلي كل يعني أجمالا أكثر شيء الرواد المنطقة بيكونوا من مش الأطفال يعني الأولاد مع أهليهم هن بجرون ليجوا على المنطقة وعلى التلج بيكون في حركة أكثر. هلا كنا متخوفين من انه موضوع لما يفلوا المغتربين يقشط الاقبال على المنطقة، بس الحمد لله لحديت هلا بعدنا مستمرين، بتعرفي يعني عايشين كل يوم بيومه، عم نجرب قد ما فينا نضلنا مسوقين المنطقة، نضلنا نخلي الناس يجوا على هالمنطقة لأنه التزلج هو عصب هالمنطقة السياحي، عصب الاقتصاد بهالمنطقة، لما بيبرم الدولاب تبع التلسكي بيبرم الاقتصاد تبع المنطقة كلها سوا، محلات سكي، مدربي تزلج، المحلات التجارية، محطات البنزين، بالرغم من انه صاروا يكلفوا شوي بس الحمد لله لحديت هلا مكملين. نعرف أنه بالسنة الماضية ما كان هناك طبعاً انضرب القطاع كله وهذه المنطقة نظراً لعاملين، العامل الأول له علاقة بأنه الموسم تأخر ومن بعدها إجت كورونا، أكيد على الصعيد الاقتصادي انعكس هذا الأمر عليكم بطبيعة الحال. خلينا أحكي عن الإجراءات تعيد كورونا المتبعة في هذا المركز أو مركز التزلج في أكفر ذبيان. يعني مثل ما بتعرفي الكورونا أثرت على كل القطاعات ومن ضمنها التزلج، لما بلش الكوفيد 19 كان بعد ما بلشنا بالموسم، لما فتح الموسم ما كان عندنا الاكسبيرينس اللازمة لنقلع الموسم ولنشوف كيف لازم نعمل إجراءات. شركة المزار هي شركة أكيد بتمتعوا بكامل الاحتراف اللازم وعم بيتبعوا كل الإجراءات اللازمة للناس من الحجز أونلاين
من الساعة القصوى اللي المسموح فيها بالنسبة يعني هذا البيست وهالمنتجع بساعة 6000 متزلج أقله بالنهار. اليوم عم نشوف أنه أكثر من 1500 ما عم بيستوعب هذا هي هذا الكاباسيتي الأساسية يلي منقدر نضلنا مسيطرين على الموضوع. إذا بتشوفي مثل شايف اللاينز يلي موجودين الناس عم تجي بيكونوا كلهم في شوية تباعد الماسكات موجودة مفروضة والناس على الباب وشرطة البلدية عم بيكونوا أكيد عم بيراقبوا الناس يلي مش حاطين ماسكات يلي عم بيكونوا كمان في شغلة مهمة موضوع الباصات ما عم بيكون في باصات بشكل كثيف للمنطقة نترك المجال بس للمتزلجين موضوع النزهة وهذا بيكون بمحلات تانية لما في اكتظاظ أكثر من اللازم. خلينا هلأ السؤال اللي عم يطرح اللبنانيين أكيد جزء منهم صار عندهم علم ولكن السؤال اللي بعده بيطرح أوكي سكي قدي هلأ حيكلف يعني كيف الأسعار عم بتكون هل باللبناني هل بالدولار التكلفة كيف عم بتكون وقعة هل هناك بعض الأشخاص اللي عم يستغلوا الموضوع ويعودوا أدراجهم كيف أنتوا على الأرض لمستوا هذا الأمر؟ يعني مثل ما بتعرفي الرياضة رياضة التزلج هي أساسا رياضة مكلفة مش من هلأ من قبل هي يمكن في ناس معينة لما بدو يلعب سكي وخصوصا يصيروا بشكل محترف هذا رياضة مكلفة كثير فكيف بالأخص أنه السنة بظل هالأوضاع الاقتصادية اللي عم نعيش فيها فالناس أثرت عليها كثير. هلأ يمكن كمان من حظنا المنيح أنه هالرياضة اللي بيمارسوا هالرياضة أني أساسا ميسورين فما كثير أثر على المتزلج اللي كان يلعب سكي دلهم قادرين وخصوصا مع ساعة 1500 متزلج بالنهار It's okay ماشي الحال. أما ككلفة هي الكلفة هي زادها تقريبا معدل النهار ليطلعوا ليشتروا تيكت لسكي ويستأجروا مع البنزين والأكل هو عم بيكون تقريبا بحوالي معدل 100 دولار بالنهار يلي هيدا هو كان الكلفة بالأساس وبعدها لأنه الكلف المزود الكلفة التشغيلية كتير عالية موضوع الدولار كل قطع الغيار بالمنطقة بالمعدات اللي موجودة هي مكلفة كتير فالشركة درسوا أسعارهم بشكل كتير بتأني فينا نقول ليقدروا يوصلوا الأسعار للناس أكيد عم يقبضوا باللبناني على سعر صرف الدولار بكل يوم بيومه يعني مثلا بنص الجمعة الجورنية عم بتكون مثل اليوم ب 25 دولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وبالويكاند حوالي 30-35 دولار يعني فينا هيك هيك خلينا نحسبها شوي تقريبا فينا نقول شيء 4 مليون يعني على الشخص لا مش هلا قد أكيد إذا بده يعني تقريبا أعتبره دولار 30 30 تنقول الجورني بمليون والأجار سكي شوي شيء مليونين تقريبا فرقت مليون معي شكرا لك أستاذ وليد بعينه المسؤول الإعلامي في بلدية كفر زبيان حنكفي شوي مع العالم لنفرجي كل المحبين الموجودين أو المتابعين عبر صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك إن كانوا في لبنان وإن كانوا خارجه وأعدادكم كبيرة جدا اللي عم بتتابع ما يجري في لبنان وأيضا هيدا الموسم اللي دايما بينتظروا كل اللبنانيين خلينا هيك نجرب بونجور بونجور كيفكن؟ جايين من لبنان من أي منطقة؟ أنا عايش بأدونيس بس من الشمال مفروض جاي من الشمال وجايين دايما أنتوا بتترددوا دايما على السكي؟ أنا من السعودية جاي أنا هي اسمها هي السكي اسمها باسيون كذب عليك ايه. وأكيد بدنا ننتبه على الكورونا وهيك وقت أنا عم سكي خلاص ما قدرت لأنه شغفك مثل ما عم بتقول هو التزلج بالتالي ما بتقدر إلا أنك تجي استغليتوا الأسعار يعني هيك انصدمتوا شوي ولا كيف؟ هي الأسعار على الدولار أنه بيني وبينك لأنه أكيد في كهرباء وهيك بس 25 دولار شوي كتير يعني كومباري على أرز ايه الأرز أرخص؟ أرز مثلا ايه عاملين أوف كامل لتلميذ الجامعة مثلا هاف دي هي 300,000 بس لتلميذ الجامعة فول دي هون 700,000 يعني ياريت لو بيعملوا أنه براعوا هيدا الظروف خصوصا للتلاميذ عم بتقول حضرتك انه جيت من السعودية صح عادة بتجي دايما بهيدا الموسم ايه عادة بجي مع اهلي والعائلة وهيك حسيت غالي اليوم الاسعار انه معي دولار بس غالية للبنانية اكيد شو بدنا نعمل بس بتحب هيدا الرياضة عادة مثل صار لي شي 10 سنين عم بلعب ايه
لعيب انا. شكرا لك. حضرتك من لبنان؟ من الجنوب. من الجنوب وعادة بتجي لهون دائما؟ على طول كل موسم. شو رأيك اليوم؟ عم نشوف انه في عجقة كثير. شو رأيك بإجراءات كورونا؟ يعني من واضح انه ممنوع لما تكون حاطة الكمامة وفي هيدا ريحكم. بيعملوا عدد معين الأشخاص فيهم يطلعوا، لازم يخففوا العدد. خففوا العدد. هيك حسيت اليوم انه كثير عجقة عم تدقروا ببعض؟ ايه أكثر من عادة. أكثر من عادة. شكرا لكم. الله يعافيك. ايضا هيدي كمان اراء تلاميذ الجامعات وشباب بيجوا مع اهاليهم دائما بهيدي الفتره. خلينا نشوف بالمطاعم. هون في عنا كيوسك صغير ومطعم صغير ليتناولوا فيه اللبنانيين قهوه وغيره. بونجور. جيت لعندك حسيت حتقولي لي شيء حلو، ما بعرف. هو الطقس حلو، لبنان حلو، والعجقة كتير كتير حلوة اليوم. لو عارفك نجيت غير يوم. حسيتي انه اتس تو ماتش يكون في عدد هالقد بخصوص يعني موضوع كورونا؟ كأنه في شي ديسكاونت معمول اليوم، عاملين هالف برايس على كل شيء لهالقد في عجقة. بس يعني خليني ينبسطوا لأنه تنين على المدارس، يعني أهم شيء يرجعوا الأولاد سيف على البيت. حضرتك عايشة بلبنان ولا من برا؟ لكي لي عايشة برا. عايشة برا. يور لاكي؟ يس. وين عايشة؟ ببروكسل. ببروكسل. ايه مش معناتها ما بحب لبنان، بحب لبنان بس بجي على لبنان من وقت للتاني. شو رأيك اليوم؟ يعني قد ايه صار لك أول شيء ما جاية؟ صار لي من صيفية، أنا بجي كل ثلاث أشهر أربعة أشهر مرة. فرق عليك البلد؟ خبرينا هيك أكثر مشاهديتك. حرام، حرام البلد. يعني الله يساعدكم، الله يساعد العيش بهالبلد لأنه كثير تو ماتش. يعني الله يساعد المعترين اللي مش قادرين يطلعوا من بيوتهم. هدول اللي عم تقشعون اليوم هدول محظوظين. في ناس ما يعني ما عم بيقدروا يطلعوا من البيت ليروحوا على السوبر ماركت. هدول اللي لازم تحكوا معهم، مش معنا نحن اللي جايين عسكي. اكيد نحن دائما بنتابع كل موجودين وين ما كان بكل لبنان، بطرابلس وبجنوب وشمال، ونحن يوميا بنتابع الازمه الاقتصاديه وغيرها، ولكن اليوم كان يجب علينا صعود لهنا لحتى نشوف اوضاع كورونا بالدرجه الاولى، كيف المشهديه والاسعار. الاسعار عم بتكون نار بالنسبه، كان في طبقه متوسطه تقدر تجي تعلم اولادها، اليوم عم نحس انه منهم موجودين وهي بس حكرا على الاشخاص الميسورين. الاسعار مش مدروسه صراحه، مش مدروسه للي عايش بلبنان، هيدي شغله. ثاني شغله من ناحيه الكورونا، انا بنصح العالم يجوا يعملوا سكي ليطلعوا من بيتهم، اللي قاعدين ببيتهم على التي في كل النهار هن اللي بيعملوا بانيك، هن اللي بيتاثروا بالكورونا وهن اللي حيلقطوا الكورونا. بالنسبة لي إذا كانوا أوت دور هدول ما بيلقطوا الكورونا. شكرا لك على هيدي المداخلة. مثل ما عم نشوف بعد موجود المغتربين اللبنانيين بالمزار وتحديدا هنا في منطقة كفر زبيان. خلينا نشوف. بونجور، يعطيك العافية. مع بالك. بونجور. هاي. مع بالك. خلينا نفرجي كمان بعدسة الزميل ربيع الدعوق النقطة الثانية وهي البيست المخصصة للأطفال. عم نشوف أيضا زحمة للأطفال واللي بيصعدوا إلى هنا مع أهليهم لتعلم هذه الرياضة. وايضا واضح من عدد السيارات الموجود بهيدا الباركينج تجدر الاجاره انه الباركينج فول، وطلب من كل الاشخاص اللي حابين انهم يصعدوا الى هنا لممارسه هيدي الهوايه انهم يصفوا بمحل بعيد وينزلوا مشي نظرا لانه الباركينج فول. يعني في زمن الانهيار بعد في أشخاص بيحبوا ممارسة هيدي الرياضة وقادرين عليها، إلا أنه عدد كبير من اللبنانيين ما عم يقدر أنه يمارس هيدي الرياضة وتحديدا التزلج. ما في كورونا. بونجور. ما في كورونا. لا أنا ما بالك. إذا التقيت
يعني امام يعني يمكن وحده جمال الجبال و اللاعبين على التزلج والمتزلجين، هو المشهد الأحلى في كل ما يحصل في لبنان. لأن احنا يعني ما بقى فينا كتير نفوت على النقطة المخصصة للمتزلجين، حنحاول ندخل من نقطة ثانية. مثل ما عم نشوف زحمة مواطنين ومتزلجين حضروا إلى هنا إلى منطقة كفر زبيان وتحديدا في المزار لحتى يستمتعوا بهيدي الرياضة، وعدد كبير منهم هن من الأطفال اللي بيحرص يمكن الأهل بأنه يعلمون على التزلج. العدد الأكبر كان بالأيام السابقة هن من المغتربين اللبنانيين، إلا أنه رغم خروجهم ومغادرتهم البلاد إلا أنه بعد في نسبة لا بأس فيها في بلبنان. هو للمغتربين اللبنانيين أنعشوا الاقتصاد في الأيام الماضية، وكانوا هيك يمكن فسحة الأمل في الأعياد، في موسم الأعياد. حنجرب أيضا أنه نحكي مع بعض المواطنين اللي موجودين. بونجور مسيو، كيفك؟ يعطيك العافية. يعني عم شوفك عم تستمتع بالشمس قدام هيدا المشهد، شو رأيك اليوم فينا نقول زحمة متزلجين؟ والله أنا طالع مش ما توقعت إنه هالقد حيكون في عالم موجودة هون، فتفاجأت. بس جو كتير حلو وإن شاء الله بينبسطوا الجميع. يعني إذا قاعد بالتي في على التي في بقلب البيت بتقول الوضع كارثي، بتجي لهون بتحس لا كورونا ولا شيء هون ولا سوشيال ديستانسينج اتليست يعني مش موجود هناك. نحن يعني لمسنا هيدا الشيء اول ما بدنا نفوت، طلبوا منا عدم الدخول الا عبر انه يكون في ماسك على وجه، ولكن الواضح انه يمكن ما قادرين يحصروا خبريه الديستانس ما بين الكيوينج هون بفرجيك احسن صوره انه العالم ما في تباعد اجتماعي بالمره. شو رايك باليوم الاسعار؟ ما بعرف حضرتك جاي مع اولادك عم تحرص انه مع اصحابك هن عم بيعملوا سكي وانا عم بتفرج. ما بتحب تعمل سكي؟ بلا، بس لانه كلها ضربه مش قادر اعمل هالفتره. طيب كيف لقيتوا الاسعار او سمعت منه استغربت؟ غاليين غاليين نسبه للبناني. حضرتك مقيم بلبنان صح؟ ايه. هلا هن بيقولوا 25 دولار على بالويك دايز. 25 دولار لواحد بيقبض باللبناني اكيد cannot afford it. وكأنه أصبحت يعني رياضة التزلج هي بس لفئة معينة من اللبنانيين، وهن الأغنياء أو الميسورين. During the weekends عم بقولوا 40 دولار فسو غالية، يعني يمكن نص معاش واحد بيشتغل بيقبض باللبناني. كيف إذا كانوا عائلة واحدة من عدة أشخاص؟ أكيد ما بيقدروا، يعني بدها تكلفهم هون قد معاش شهر يمكن وأكثر. صحيح. شكرا لك استاذ على هيدي المداخله. فاذا الاراء هي نفسها. بونجور، كيفكم؟ من وين حضرتكم؟ مغتربين لبنانيين مقيمين بلبنان؟ نص مغتربه ومقيمه بلبنان، بين هون وهونيك. وين عايشه؟ باسبانيا. باسبانيا عاده بتجي دائما على لبنان؟ ايه دائما بجي على سكي، بحب السكي. بحب السكي، بحب لبنان اصلا من الاول لانه احلى بلد بالعالم. شو رايك اللي عم نقول نحن بزمن الانهيار؟ بعد في ناس موجوده وقادره انه هي تكفي، انت كحدا عايش برا جيتي، كيف لمست هيدا التغير؟ هل قدرت تلمسي انه فعلا نحن بزمن الانهيار؟ ليك بلبنان شو ما يصير راح نضل وكيب ووكينج، لا انهيارات لا شو ما يعملوا ما راح يقدروا يقتلونا، راح نضل ننبسط وراح نضل نعمل سكي ونعمل اكتيفيتي ونخلي اولادنا يعيشوا هون.
ما رح نهجرون وما رح نخلي غيرنا ياخذ لبنان. يمكن حضرتك من المحظوظين اليوم لانه يمكن عايشه برا قادره يمكن تدفعي دولار على اسكي وغيرها، ولكن عم نقول انه هيدي الرياضه اصبحت حكرا بس على الاغنياء كونه اليوم بالدولار. يمكن اذا حدا بده يعمل اسكي بيكلف نفس معاش واحد لبناني موجود موظف للأسف. يعني ما فيك تعملي شيء، بس كمان بتفهم انه بدهم مزوت، بدهم كمان هن يعني اللي يقدموا لك سيرفيس بدك تدفعي امام قبيله، انه للاسف انه في عالم يمكن ما بتقدر تعمل هذا. بس يا ريت في شيء حدا منظم للسبيشال كيسز انه يقدروا يعملوا تخفيضات للعالم اللي فيها بس اللي عنده مثلا 4 اولاد ومش قادر، يعملوا لهم شيء سبيشال لهم، تكون جود ايديا. شكرا لك على هيدي المداخلة. مثل ما عم نشوف اذا نحن خلال جولتنا على بعض الاشخاص الموجودين عم نلمس بانه هناك اعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين لا يزالون في لبنان واللي عم بيساعدوا ربما بلدهم واقتصاده الى حد ما، لحتى ما نكون عم نبالغ. يعني هيدي هي الاجواء. يعني نحن من هون من هيدي النقطة بالتحديد رح نحن ننهي هيدا البث المباشر من منطقة المزار وتحديدا في بلدة كفر زبيان، اللي دايما هذه الرياضة هي بيعتمد عليها أهالي المنطقة وأيضا أصحاب المطاعم وأيضا المقاهي ومدارس التزلج، بيعتمدوا على هيدي الفترة بالسنة ليكون في إقبال ولا تقدر تمشي الحركة الاقتصادية ويقدر ينتعش بطبيعة الحال البلد، خصوصا وأنه لبنان معروف بأنه يعتمد على السياحة للأسف انضربت جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. خلال جولة لقلنا بهيدي المنطقة اليوم منشوف بأنه هناك يعني زحمة مواطنين ومحبي للتزلج حضروا إلى هنا، هناك عاملين عم يلعب دور بهيدي الزحمة وهي بالدرجة الأولى الطقس الجميل والدرجة الثانية بأنه المدارس بعد يعني مش معروف هناك عودة للمدارس في العاشر بحسب ما من هيدا الشهر مثل ما قال وزير التربية، إلا أنه عم يستغلوا الفرصة لحتى يستمتعوا بهيدي الأجواء. تبقى نقول بأنه هيدي الرياضة أصبحت حكرا فقط على الأغنياء، خصوصا وأنه لحتى تقدر تعمل اسكي أنت بحاجة بكلفك تقريبا بنص الأسبوع 2,000,000 ليرة، أما بنهاية هذا الأسبوع يعني بالويك أند عم يرتفع ل 3,000,000 للشخص الواحد، وهذا الأمر أكيد بيتخطى الحد الأدنى للأجور بمرتين وثلاثة للأسف. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة داعوق من منطقة كفر زبيان.